الرجال اللي نوت قنص القلايل فوق بمهار وكوار الذلايل، قصوا ثر شيبانكم وقبضوا ميراثكم، الله الله في الجمايل، الله الله في الجمايل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدي قناة الريان في بث مباشر لبطولة القلايل في مجلسنا في القلايل. اليوم هو اليوم النهائي طبعا اللي قبل منكاف، اليوم الأخير بالنسبة للفرق اللي على أعصابها ومشتدة، حتى اللي يشجعونهم على أعصابهم. اليوم هو قبل الأخير أخوي إبراهيم. نعم. النعيمي أرحب فيك ورحب كذلك بجمهور اللي يشوفنا الآن متشفق على النتائج ومتشفق إنه يشوف الفرق وش سوت اليوم. الله يحييك يا سعيد، أرحب فيك وأرحب بالمشاهدين الكرام. أكيد اليوم بنشوف إن شاء الله صيد الفرق، صيد اليوم إبراهيم اليوم عالم، اليوم شيء غير اليوم عن كل يوم. نعم لا اليوم كان كسر عظم الأمالة، بكرة كسر لا لا, لا, لا اليوم بالذات لا لا عندهم تغيير النتائج، لا تغيير النتائج بس اليوم بالذات كان عنده شت اللي يقولك بيجمع نقاط. نعم. عشان إيش يبين مع بكرة ولا لا ترك بكرة مرجعه من الساعة 2 بكرة خلاص. لكن شفنا شيء سعيد اليوم، يعني بتشاهدون أكيد مشاهدينا الكرام الفرق اللي كانت بعيدة شوي قربت وصارت النتائج، يعني بكرة اليوم الحاسم للبطولة بتشوفون تغيير كبير إن شاء الله بين الفرق. أرحب فيكم مشاهدينا، وكل معتاد قبل ما أدخل في أي موضوع وفي أي نقاش خلنا نرحب بضيوفنا المتواجدين معنا في مجلسنا في القلايل. أرحب في أخوي عبد الرحمن بن أحمد البادي المعاضيد. الله يحييك. يا مرحبا بك أبو أحمد. الله يحييك. اليوم تمشي بسرعة يا أبو أحمد. إي والله. الله يكفينا شره يا رب العالمين. أرحب فيك أخوي محمد النهار النعيمي. يا مرحبا. يا مرحبا ومسا. وأرحب في أخوي مسلم فهد العفيشي. مرحبا بك يا مرحبا. نرحب سالم من الخجيم العذبة، حياك الله يا سالم. الله يحييك يا ابو ناصر. نرحب فيك اخوي محمد بن خليفة المهندي، حياك الله يا الله يحييك ابو خليفة. نرحب محمد خالد محمد خالد بن محمد النعيمي خالد محمد كواري خالد محمد النعيمي من غرفة عمليات اللجنة الفنية، حياك الله يا خالد. الكواري عفوا. نعم نرحب فيكم جميعا، مرحبا بكم في مجلسنا في القلايل. ابو احمد ما قلت لك البداية، الايام تمشي بسرعة. صحيح. لك فينا شرف. بدأنا تاريخ 18 واليوم تاريخ 13. اليوم النهائي طبعا للبطولة اللي هو قبل منكاف. نعم. أبي نسولف قبل ما أدخل في موضوعنا داخل اللي فيها الصيد، نتكلم على أول اللي آخر يوم كان لكم في بيعة القالص أنت أخوي أبو خجيم. أول حاجة اللي خلى المدة تمر بسرعة الحماس اللي نشوفه من الأفرقة من بداية الجولة الأولى، وتواصل العمل نزور الأفرقة ونجي ونكون عندنا تقارير والحماس اللي نشوفها والصيد والإثارة، ومقابل عيال هالقطر من كل قبيلة، يعني كانت متعة وكانت إثارة، وكان الشيء الوقت يمر عليك بسرعة صراحة. الله ما تدري. اللهم لك الحمد. وهذا العمل فيه تعب لكنه تعب لذيذ صراحة جدا، والحمد لله على ما كتب الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للفرق اللي جيناها الليلة، أنا يعني أشكر اللجنة أنها خلت النتائج ما حد يعرفها. يا إخواني بصراحة هذا الشيء عطى الفرقة حماس واستمرار
انه لازال يصير عنده فرصه انه يتاهل ويشتهد او يفوز ويشتهد. وهذا اللي لاحظناه اليوم. أيه. الحماس موجود عند اكثر الفرق اللي جيناها. و بعضهم يشدك ابو احمد يقول لك الفريق الثاني شعلومه ولا يسالون. أيه. صراحه يسالون، لكن احنا نقول الفرقه كلها جميع وقريبه من بعض علشان ما نكسر عزايمهم، والحمد لله نشوف فيهم الاصرار والاهتمام في انهم تحصيل نتائج احسن يعني. نعم نشوف بعض الفرق حتى اللي يعني كانت متاخره شوي ما هم ما يعرفون النتائج الثانيه فشدوا حيلهم. نعم هذا اللي حاصل صيد. وهذه صراحه فكره جيده ان الافرقه ما يعرفون النتائج. نشوف خالد محمد الكواري. ومحمد عليكم ضغط قوي خلال الفتره كلها، يمكن كثير من المشاهدين غرفه العمليات مو عارفين ايش اللي يصير فيها دائما والترتيب اللي بينكم، وحتى احيانا بعض الشفتات بعد الربع اللي زام هليل يكون سهران على راحه المتسابقين اللي داخل. ودي تكلمني عشان اليه العمليات عندكم واليه التواصل بينكم وبين المتسابقين. والله غرفة العمليات بشكل مختصر نعطيك إياها، إن شغلها قسمين الحين. قسم الأولي اللي يدور داخل المقناص من أحداث كلها توثق عندنا أول بأول من ثر الحبارة، من يعينها رعيها لين تنصاد أو إنه يسمح منها، كلها هذه توثق عندنا. القسم الثاني خلاص من عقب ما يرجعون مسيان أي احتياجات لهم لا سمح الله إسعاف اللي يحتاجونه بعد يكون عن طريقنا احنا. عنده ظرف طارئ ما ظرف طارئ يبلغكم يبلغ عن طريقنا حتى لو هو في نص الليل. بيض الله وجهك. يعني 24 ساعة. 24 ساعة. نعم الربع اللي داخل سعيد ما عندهم تليفونات لا ولا اكيد هم يتواصلون مع غرفة العمليات 24 ساعة عن طريق الاجهزة. نعم. اللي يمسك زام الليل من هو محمد؟ دائما اللي يمسك زام الليل. اخوي احمد عبد العزيز. وجه له تحية ابو عبد العزيز الله يعطيه الصحة والعافية. ابو ناصر. هلا. دائما تقارير عشان هذه الفترة دي كلها. نعم. والتقارير بالذات دي يحبونها المشاهدين ويحبونها اثنين عندنا في المجلس من ضمن مصر فهد العفيشة اللي هو دائما ما مساهم ومع الشاهم البارحة دائما تذكرون وتهيضون معها أبو خليل. صحيح ولا صحيح؟ صحيح أبو فهد. صحيح. زين نشوفها مع المشاهدين، نشوفها معاكم مشاهدين الكرام ممسى الفرق البارحة ومع الشاهم. محمد اللي هم اللي يسمع نبي علوم سيدكم اليوم. والله علومنا زينا اليوم، سرحنا ومتفائلين بخير. الأجواء طبعا كلها زينة لكنها وشوي السيلية صحيح، والله أرزقنا بثنتين استاهل متفرقة. وصلنا حبارة ذلك الصبح طارت من بعيد، حد عليها واحد من الشباب حصلنا انها خرب بعد طار منها من بعيد بعد،
وزمل الكسارة، وحصلناه في حفر دركته الداخل مخمر، الحمد لله رب العالمين هدينا عليه وصدره، ومجموع نقاط الحمد لله رب العالمين 230. الشباب ما فيهم قصور، ما فيهم أي حاجة، بالعكس المعنوية مرتفعة، لا أحد منهم تعبان ولا شيء. أمس إحنا صدنا ظبي 8 حبالي، صيد أمس كان أكثر من اليوم بوج، اليوم ما بصيد، ما صدنا إلا حبروين، وعينا ثر ظبي قصينا له وما عينا. بكرة نفس خطتنا أمس واليوم، يعني نضرب العرق، الله كريم إن شاء الله. من يوم جينا ما شفنا ولا ريشة. أجل خلنا. هل معقول الكلام؟ أجل خلنا عنكم شيء. يعني من يوم دخلنا. اليوم ما به شيء. من ولا ريشة. لا إله إلا الله. وسبحان الله العظيم، اللي يسارنا يهد واللي شمالنا يميننا يهد. بغدي حظك إن شاء الله طيب. والله ما يصدق. الله ما يصدق. احنا طالعين من فريق القوانيص، ما حالفهم الحظ، والطموح موجود، الحماس موجود في عينهم، فتنة القانص صراحة صادق، فيهم حدادة، فيهم يعني عزيمة، ويدورون السبب اللي حال بينهم بين الصيد. أنا أحب النوعية هذه من الطيور. الصباح طبعاً حصلنا أحبار الصباح، طارت والله شوي بعيد، وكان الطير متخوف من المطية اللي كنت راكب فوقها، والحبارة طارت بعيد وما شاف الطير إلا كانت بعيد الحبارة، ولكن الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، الطير شاف الحبارة بعد مسافة بعيدة، مسافة طويلة، ولكن الطير جيد وسريع، من النوع السريع. فالطير يحب الحبارة، ما وقت ما يشوفها، وين ما يشوفها إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى يصيدها، سواء بعيد قريب يصيدها. والطير هذا أنا واثق منه، يعني أنا مدربه وما راح يخلف ظني فيه، يعني أنا كذا مرة صدت بحبارة يعني على مسافات بعيدة. إحنا مشينا بالوقت، يعني من الصبح من الساعة 6 إلى ربع كذا تقريبا إلين العصر الساعة 5 آخر غروب الشمس، وإحنا على لشدة. طبعاً إحنا بكرة عندنا خطة، إحنا نبذل كل الجهد ونتفق على كلمة واحدة علشان نحافظ على مركزنا الأول في القلايل. إن شاء الله إذا الله حياك وحيا ربك وحيا معكم بغدير الوضع الثاني، وعندك المنكاف إذا الله حياله إن شاء الله بيختلف معك إن شاء الله. ويا ربي مو بسهلة يا أبو صالح، أنت عارف أن الفرق تأهلت من المجموعات اللي راحت، ما عندها 130 و 140، فما بالك أنت عندك الحين 140 وعند ما عندك جاك اللي هو بكرة هو المنكاف. حياكم الله مشاهدينا، شفنا وياكم تقرير عن أحداث اللي صارت أمس بين الفرق الأربعة. أبو أحمد، مريت على الفرق الأربعة أمس، إيش اللي شد انتباهك بين الفرق دي؟ أنا البارحة أشوف إن الأمور عادية، يعني اللي شفته في الفرق، سواء السؤال عن الفرق نفسها، نعم، المشاركين أو في بيئة القانص أو تعاملهم مع حلالهم. إيش اللي شفته في الفرق؟ في بعض الفرق يقولك ما شفنا ولا ريشة. هو شوف القانص انصاد، نعم، انسر وبين الشيء على أثر تصرفاته، سواء مع الضيف اللي يجيه حين كلجنة حكم في البيئة، يكون متباشر ومستانس وفرحان وإنه صايد، لكن إلى فلس تغير المزاج عنده، ولكن في تعامله معانا طيب.
اللهم انك تشوف انه متضايق انه ما صاد من ناحيه الهجن. من ناحيه الـ 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 الهجن انا الليله البارحه الامور عاديه، بس الليله اعجبني فريق اللي هو فريق الشقب مرصقين مطاياهم في ذاري البيت، لان الليله برد وهواء محتاجين المطاياهم، بكره بيقنصون بها والربع ابو خليفه وفهد عارفين الشيء هذا. الناس الاول في المطاريش اللي مثل هذه يلحفون هجنهم، وفيه من كان يعني قليل من هالقطر في السابق كان يستخدم الوقاه ويعرفها ابو خليفه اللي هي. انا سالت الشيخ حمد بن سعود العبد الرحمن ان حياه ابوه كان يحط الوقاه اللي تجي على فقار المطيه وتغطي وروكها علشان الى امست الذلول في الليل تدبر من البرد، وهذه توقي ظهرها عن البرد. القوانيص او اللي هم الشقب اليوم لانهم ما اللحف مش موجوده والوقاه ما هي موجوده، فمذرين مطاياهم في ذرى البيت، وهذه صراحه يعني نقطة حساسة لأن بكرة بيقنص على ذلول. زين مسلم بعد العفيشة سم طلم كفيت السم، شفت اللقطات اللي قبل شوي وتهيأت فيها ذا اللقطات؟ صحيح. شفنا لقطة لأبو منتهب الله يعطيه العافية ضايق وهاي البارحة. نعم. أنت بالنسبة لك يطلع عليك في البطولة داخل إذا الله راد ما حالفك صيد فيها، نفسيتك تضيق ممكن مع أبو خليفة مع الفريق تتعب نفسية، مالك خاطر في السالفة، مالك خاطر إنك تتكلم مع الرب اللي معك؟ لا هي ما بسالفة واحد انه لما معين صيده خلاص يتضايق، الضيقه موجوده لكن ما يبينها الربع، هذا الرزق من رب العالمين، لا هو بيدي ولا هو بيد ابو خليفه ولا اي واحد من الافرقه. صالح ربي لما عطاك الشيء عطاك اياه، انت تجتهد وباقي على الله، يعني ما فيها ليش تضايق ان ضقت بجي. فيقول لك فيه صيد لكن ما صدره، فيه صيد عليها، فيه صيد، فيها صيد لكن انت داخل المسابقه يا اخي تبي تستانس تبي تفرح، انت اثبت وجودك واستانس وخذها مثل ما تقول يعني الوناسة، ما بالمهم انها الصيد. صحيح. اهم شيء الواحد انه يقنص ويرتاح ويكون مستانس ويرزاق على الله. يمكن مصفر بعد انت تكسر عزوم ربعك اذا ما انا مو مبين لهم اصلا. انا ما نبين لهم، ليش ابين لهم انهم تكسر عزومي؟ لا هذه صيده ربي مرزقك بها خلاص. صادق. قبل مره صب الموضوع الرمعه. نعم. مجلس الشعر الربع يعزمكم، مجلس الشعر في كتارة يعزمكم ويعزم المشاهدين على امسيه خاصه اذا الله اراد لفن المحاورة والشلات، واللي راح يكون بإذن الله تعالى يوم الخميس الموافق 21/2/2013 الساعة 7:30 تقريبا في المسرح المكشوف في الحي الثقافي في كتارة، وطبعا راح يحيونها كبار من الشعراء والمنشدين إذا الله أراد. لك خالد تروح إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ويعزمك الربع كلكم ترى إذا الله أراد، ويعزمكم يا مشاهديننا. نعم. نروح شوف التقرير اللي عقبه. عندنا الرمعة. الرمع طبعا اعزائي المشاهدين هي يلغيها سعيد على الربع، والربع ما شاء الله شد حيلهم متفاعلين وياها العشاء. ثاني شيء اليوم الثاني في عشاء فاذا في عشاء اكيد انهم بيريحون بيون مرتاحين المغرب وبيتعشون. نشوف وياكم الرمع. طبعا عندنا ثاني يوم للجولة النهائية، وثاني يوم راح نقول اللغز فيه، وعليه عشاء من اللجنة. حسن يا ابو حجاج فيك بالخير، احنا تونا مصلين جاهزين. بالنور والعافية ابو حمد، النور الله يتقبلها. منك. طبعا اللغز اللي البارحة فاز فيه اخوي عبد الله بن حمد فريق الجلعة. مساء الخير. واليوم بنقول لهم لغز ان شاء الله وربي يحلونها ان شاء الله وياخذون العشاء ان شاء الله. ايش؟ القابلة. جابلة. مرحبا ابو ظاهر. يا مرحبا. يقول ويش بنتن في بطنها 5 روس وفي ظهرها 9 روس تشلها ميتة وتعيش من بين النفوس يا أهل الغاز من يفطل لها. وصل يا وعجان بعد يا محمد. أكيد أكيد منا عندنا مهنة ضربابت ويقول العقرب سودة ولا صفراء يا محمد؟ كلها يقول نفس الحسبة. يقول لك ويش بنتن في بطنها 5 روس وفي ظهرها 9 روس تشلها ميتة وتعيش من بين النفوس يا الغاز من يفطل لها. ها واللي يظهر ما هي بالصلوات الخمس و اللي يصلون لا ما لها خص.
أعيد لك مرة ثانية أبو صالح، أنتم الفريق وركزوا مع الكلام بس. ها يقول لك ويش بنت في بطنها، في بطنها خمس روس وفي ظهرها يعني إيش في تشل، في ظهرها تسع روس تشلها، ميتة ميتة ما في حياة وتعيش من بين النفوس يا الغاز من يفطلها. رمع رمع يا أبو عجان رمع فريق الجلعة. بادي بادي علمني المنقلة. كفو كفو كفو. حلو 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 حلو. مبروك العشاء مبروك. يستاهل العشاء فريق الجلاء يستاهل. وللمصادفة في الموضوع نفسه انهم هم اول البارحة عشاء فايزين فيه باللغز والليلة عشاء نعم. يعني مريحين لهم ليل ما طبخوا الرب. حلو سعيد قالوا المنقلة هو الدس مو بالمنقلة. لا المقصود المنقلة. المقصود المنقلة. خمس روس. خمس روس. اليد يغسل. الله الله. العذرة هو ما بنشدك من بنتن. صح. الدس ما مذكر. يستاهلون الربع. يستاهلون الربع العشاء. وهي فكرة الموضوع من اللغز مشاهدينا هو تخفيف على المتسابقين داخل البطولة ونوع من الترويح لهم وانهم يستانسون. وكذلك طبعا انتم بالنسبة للقارص تعب عليه انه لا جو عود على العنه وحصل له عشاء جاهز وبارز يكفيه هذا العباله كلها الطبخ والطبخ. نعم مبشر مبشر ها والله مبشر. مشاهدينا الكرام اليوم ثالث يوم واكيد ان فيه صيد وفيه نقاط مختلفه وفي فريق طبعا تعدى فريق ثاني بنشوف معاكم اذا الله اراد لكن بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. ابو خليفه عندك قصيده الظاهر انها مشتركه والله قصيده على الخط سويتها وانت جاي بخصوص البطوله. صحيح والله احنا جايين انا واخوك مسفر من مرمي نعم ونسولف عن الحدث واليوم الخطير الثالث وقاعد نبغى نتوقع ايش بيكون من النتائج قدامنا. ما قصرت هذه اللي نبيها قبل النتائج اللي يقولها السيد اذا الله رادي ان شاء الله. ان شاء الله يقول اليوم ثالث والنتائج خطيرة يلي تنشد خذ جديدات الأخبار الكل منهم قام يشعب بعيره والله علم عما يديرنا الأفكار أحد سبر واحد تولى مبطيره للظبي ولا فزة الخرب لا طار الله يقديهم على كل خيره الرابح اللي له مع الفوز توثار الرابح اللي له مع الفوز توثار والله يوفقهم إن شاء الله نصيبهم الفوز إن شاء الله. نشوف معكم مشاهدينا الكرام فريق صيد الجلاء للكثير من الجمهور اللي شجع فريق الجلاء ينتظره واللي عليه ترشيحات كثيره من اخواننا في الخليج ونشوف صيدهم اليوم. صباح الخير ثر بين ثر البارح ثر اليوم بيكون بين عقب الهوى اللي جانا في الليل والتوفيق عند الله سبحانه.
هذا أول إحبار إن شاء الله الصبح. الله خير إن شاء الله. هذا فال الصبح الحمد لله. عندنا أربع صدنا منها الحين ثلاث والرابعة عندنا مخمرة الحين وإن شاء الله بنصيدها وإن شاء الله عاد فيه. الصيد هاي الحبار السادسة. الحمد لله على الصيد يستاهلون يستاهلون فريق الجلعة صادوا اليوم ست حباري. أبو أحمد سمعنا عبد الله بن حمد يقول نعم. الهواء ضيع الثر. صحيح ضياع الثر وش شين قال له هو شوف هذا فعل الريح نعم في الأرض سواء على البحر أو على البر والعرب فصلوا الأسماء كل شيء باسمه. الآن نبتدي في البحر تحريك الهواء الوجه البحر يقال له سفن فمن هنا جاء اسم السفينة لأنها تسفن وجه البحر. لكن في البر السافي تحريك الهواء للرمال والسفو تحريك الهواء لأوراق الشجر فأوراق الشجر والرمال إذا حركها الهواء تلعب دور في قوة الريح في دفن الأثر. فهو لما قال أن الهواء يبين الأثر إذا كان جديد ولا مبطي إن كان هبطة فيكون الدفن عليه أكثر سواء من الرمال أو من أوراق الشجر في آخر الشتاء أو آخر الربيع قبل الصيف إذا طاحت الأوراق يقولون سفو يعني يسفيها الهواء وهي عموما كلها ترجع إلى السفه الخفة فلذلك يقول لك خفة العقل يقول لك يعني البعيد سفيه وهي كلها مترابطة يعني. أبو بخجيم أنا فريق سد الجلعة واليوم مريت على أبو حمد وتواجهت أنت وياه صحيح وست حباري 120 نقطة مو بسهلة أبو خجيم استاهلها عطني والله. عطني علوم نفسية المحشادي شلون نفسيته هو الفريق اللي معه نفسيته لا يعلى عليها صراحة يعني الرجال مفتل وربع مفتلين مستانسين وأي واحد مكانهم يا أبو عجان صايد ست حباري هذه ست ما هي بسيطة 120 درجة عز الله في ليل واحد في ليل واحد يعني تغير الموازين تغير الموازين نعم. تقلب الموازين وعندهم يعني فما بالك عاد عندهم بكرة المنكاف صحيح المنكاف. وهذا 120 لليوم وغير الحساب اللي بنحاسب إذا أراد لخلصنا النتائج إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يوفقهم آمين. باقي فريق الجدي ما شفنا صيد لحد الحين نعم. فريق الجدي له جمهور كبير وله ناس يشجعونه خاصة أنه حامل اللقب العام خلنا نشوف مشاهدينا الكرام صيد فريق الجدي
إيه ترها عندي قد هي تسير بزين ما عاد يبها. إيه أكيد أنا هارب منها اللي لكنها تسير لي. إخبار عندي إخبار عندي. حروتها ويوم طلعت منك شافها تطير منا هارب. طلع الحمد لله صادها والحين ورانا واحدة عند الشباب راح نهدى لها الحين. الحمد لله نحن عيننا أحبارها اليوم وصدناها ورحنا ندور لها ونفتش عليها لين عيناها. أحقر أحبارة طارت منا وابتدت الطير ما راح عليها لأن الطير يبغيها تبعد شوي علشان هو يقدر يأكل ما الطير يقدر يأكل ويشبع ما بعد جينا فهو حصل على مطلوبه طير صاد وكل الطير وشبع وحن الحين نفتش عليه ندور عليه وينه حتى حصلناه فريق إن شاء الله شعور الفريق من الصبح إلى الحين شعورهم فرحانين ومعنوياتهم عالية على الصيد اليوم والله وفقهم والحمد لله هم مستمرين فيه. شفنا وياكم مشاهدينا الكرام صيد فريق الجدي. صيدهم اليوم حبارة وين ونشوف بنهار أبو صالح يقول أنها الطير الحبارة الثانية قال الطير ما طلبها قريب خلاها تبعد وعقب طلبها وش طيرهم قرناس هوا ولا لا فرق شاهين عندهم ما طلبها من قريب لا عقب ما بعدت طلب الطير وصاد وضيعوا مكانه يمكن خذولهم حوالي نص ساعة وهم يدورونه لقوه تعشى الطير تغدى الصبح غدا غدا بعشى جير في لافلة وخليفة تنبيه مكة السامعين الجدي أنت شاركت معه في النهائي العام أنت تشوف صيده اليوم أنه هذا ممكن صيد النهائي ثلاث يوم في النهائي المفروض الجدي يصيد أكثر من كذا أو حتى في اجتهاده الجدي الله يسلمك يشارك باسم الفريق الجدي لكن قائد الفريق هو بنفسه مش الفريق العامي اللي كان على قوته وتماسكه الفريق السنة جديد وضعه مختلف اعتقد انه من حتى من شوفي المقاطع اليوم وامس وكذا اشوفه هو مو مرتكز على خطه ثابته زي العام كالعام حاط له خطه وماشي عليها مضبوطه احس ان الحين تبع ثارت الخطه كنت اتكلم ويا اخوي قبل شوي كان ضاعت الخطه ما عاد بنفس قبل يعني. اعتقد انه كان الخطه اللي هو حاطها قام يتخبط نعم كان يصيد اذا مو يوميا يعني الضبع فيه الضبع كانت محسوبه لها النتائج صحيح يعني اليوم ما شفنا ما هضبة كان الصيد أقل اللي موجود في المحمية العام أقل من الحين والصيد أكثر من المجموعات الموجودة عدد الصيد أقل من الموجود السنة وصيد الفريق أكثر والحين النهائي الصيد قوي والعالم يصيدون الفرق اللي وياه خمس وثنتين وهو اجتهاده غير عن العام الفرق بعض الفرق تسعة أشخاص بعضها أقل يأثر يعني حتى لو شخص أكيد. واحد السنة هاي يمكن تقريبا سبعة أعتقد سبعة يمكن أعتقد إبراهيم أن بالنسبة لنا إحنا شاركنا في الأفرغان وفي مسفر واشتغلنا داخل الحدث على النظام الرابع أن الفريق متكامل قريب من بعض ما أعتقد أن الفريق كله بقى يقص واحد اللي بيشتغل على القصص خليفة الطيور لها دور بعد اليوم بعدهم فرطوا صحيح الطيور لها دور صادوا ثنتين وفرطوا واحدة نعم يعني فرطوا 20 نقطة زيادة يعني فرطوا 20 نقطة لأنهم شوف هاي الوقت ما بوقت تجارب في الطيور صحيح. الطير الصايد صيد على طول صحيح هم جربوا اليوم طير عندهم يبون يشوفونه الطير هو نفسه ضايع أمس مرتين أول أمس ضايع أول يوم دخول لهم ضايع صحيح. مرتين الطير طيرهم ذا اي نعم أمس ما هدوه اليوم هدوا على الحبارة وراحت حبارة الله يوفقه الله يوفق أبو صالح الله يوفق الفريق الجدي بنشوف معاكم فريق القوانيس أبو خجيم واللي هن السامعين والمشاهدين البارحة كان يشتكي البارحة مجينا متضايق متعومس ولا به صيد ولا صدنا شيء والعرب صادوا وإحنا ما جمعنا نغاط
خلينا نشوف مشاهدينا الكرام صيد فريق القوانيس وصار مع ابو متعب اليوم نشوف معك. عين ثرها محمد ونادى علينا وجينا وطارت من عندنا وهدنا عليها الشهين وصاد. خدنا عنها طير ابو عامر صايده نطلب من الله التوفيق ان شاء الله. طيب ايش تنسون؟ الشيبان يهدون طيرهم وصيدون والباقي الله سبحانه وتعالى. عندنا احضار الحين مخمر هذه الثالثه والله يوفق ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. والله الحمد لله لقيناها مخبر ومسكناها قبل الاحضار هدينا حطيت والله الحمد لله شعور الحمد لله مبسوطين اليوم صايدين الحمد لله. مستانسين الحمد لله مرتاحين ومتنشطين الحمد لله. اذا شفنا الصيد تنشطنا نشوف راجل ان شاء الله ان الله يرزقنا ان شاء الله 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10 ان شاء الله. والله كريم وسلام عليكم. اليوم الثالث في المسابقة وسرحنا باتجاه الغرب والله وفقنا وصدنا 5 حباري والعصر نقص في الحبارة بعد قريب لكن زاد علينا الهواء وصار الثرب مشفي. يستاهلون الصيد الرابع صادوا 5 حباري
ابو متعب امس يقول ولا ريشه ما شفنا ضايق. ما شفنا ضايق. ولا ريشه وضايق اليوم سبحان الله الله وفقهم ابو متعب سالم. انا احنا ابوي بس ابوي شنو مطوع هذا اللي جاء قال خلينا بدايته ابو خجيم يعطي من بدايته الرجال جيناه ضايق لدرجه انه حتى ما يعني من ضيقه ما كان لابس نظاره قال الربع ريشه ما في ريشه وفوق هذا كله قال الكهرب طافي عليه مرتين قال الظاهر الحظ ما فيه الكهرب طافي مرتين ولا في ريش الامر فيه بيله مطوع يقرا عليه العجل سبحان الله عز الله سبحان الله بس اتمنى المشاهدين اللي شافوا اللقطه ان ابو عامر قبل شوي يمشي انه يقولون امين الله يعطيه طول العمر والصحه والعافيه انه يشارك معنا ان شاء الله هو خاطره يشارك معنا الزمان الجاي وهو يقول لي اذا كنا من الحيين وان شاء الله ابو عامر كل الحيين ويشارك معنا الزمان الجاي باذن الله تعالى امين يا رب كمل ابو خديجه بعد قال لك المطوع يقرا عليه قال لي يا جماعه ما يصير انا بشوف السالفه قلنا عسى ما شرى ابو متعب قال ولا ريشه اليوم حد ما اعطينا عين قال انا ابو مطوع صادوا اليوم صادوا خمس حبا اليوم لانه ما قنص هو اليوم نشات ما طلع اليوم ما طلع اليوم ريح ما قنص بس ما يلا ما طلع حاتي الطيور اليوم يحاتيها بكره مو البعير اللي عندهم بعد ما يلا ما قنص بكره لا لا هو قال عشان الهواء وفعلا ترى فيها بعض الافرقه بيوتها طاحت الهواء لانه ما كان حد فيها الله يكون فهو قاعد قال انا يوم شفت الهواء دار قعدت ارتب البيت وفعلا لانه قال كان فيها طيور داخل وخفت عليها صادق. لكن يوم جينا ونشدت قلت نبغى نعرف المطوع اللي قرا عليك خمس من ما شيء لا والكهرباء ما انطفى الله يعطيه الصحة والعافية طبعا خلينا نروح الربع مع الفريق اللي قلنا في البداية من البطولة الفريق اللي شغال بسكات حصان المجهول هادي والحصان المجهول الفريق اللي لا ازعاج ولا صوت ولا وجمع نقاطه بالترتيب واخذ على الساعة وراحة له جمهور كبير وله جمهور يرشحه وهو يستاهل الترشيح فريق الشقب ونشوف صيد فريق الشقب اليوم وراجع لكم بعد الفاصل مسابقة القدر انه كان نحاول نصيد حبالي وضبي متعب شوي نتمنى ان شاء الله ان الله يعطينا صيد ان شاء الله صيدنا اليوم أربع حبالي الشباب معنوياتهم مرتفعة إن شاء الله أمورهم زينة وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى إن شاء الله إحنا ننافس يا الفايزين يا ننافس إن شاء الله
شفنا وياكم مشاهدينا الكرام صيد فريق الشق اللي صادوا اليوم 4 حباري، سعيد نشوف روحهم معنوية عالية جدا مرتفعة، لأن عنده مخزون، لما يكون عندك مخزون في النغاط تحس بقوة. نعم من أول تحس يوم نعم مستند جدا 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 صراحة، وهم يستاهلون. الفريق كله متعاون إبراهيم، نعم الفريق كلهم على إيد واحدة على قلبه. نعم. نعم والقائد الله يعطيه الصحة والعافية أبو طالب، يعني ما يعني شو أقول لك، ماخذ الموضوع بشكل أخوي بين الربع كلهم، وكأنه هو موش الغا، كأنه هو العنصر الثاني معاهم، إنه هم إخوانه وهم كل واحد من قائد من نفسه، وهو يستاهل يكون صراحة قائد الفريق. نعم بالله يستاهل ما شاء الله عليه، هادي جدا ورزين مش مستعجل ونعم وخططهم يمشون صح عليها بالملي. يعني خلينا نشوف أبو ضامن. أبو ضامن طبعا كان قائد فريق ودخل المحمية وشارك في البطولة مرتين. الفريق اللي مجمع هالنقاط كمية النقاط مو فريق سهل أبو خليل. أكيد، بس بعد اللي لاحظته على أبو طالب الطيور اللي يهدها ما هد طيور ردية، لا التجربة ولا الغيرة، رجال صامل. نعم صح، شغال قانص بهدوء، قافر القاع صح، موزع ربعه صح، الطيور اللي تظهر مهدها حلو طيب، ما في تاخر ما في تردد، شيء طيب. يعني انا ما شفت لنا الحين لا الهدد الايام هذه ولا اللي ما في مجال حق تجارب. يعني اي ما في مجال، ترى حتى احنا مرينا بتجربه في البطوله هذه واللي قبل بتجارب، يعني وافلسنا منها. ابو خليفه تعرضوا لاحراجات الفريق نفسه احيانا، يعني لما اجيب طير وابراهيم يجيب طير وابو فهد وسلفات عفيش يجيب طير على الحباره اللي هد قبل، في ترتيب له الهدد له ولا اللي قريب عنده هد مصوبه؟ ودائما الفريق اللي سلمك بيوزع الطيور لليوم والبكره وكذا، فلو وزعت الطيور كان مسفر هو اللي يختار الطيور اللي تنهد، بس مسفر لما يتاكد من راعي الطير انه صايد يقول له والله الطير مثلا صايد 6 ولا 7 ولا 20، لكن في ذاك اليوم الطير هذا رمك ولا شانت نفسه ولا ما لاحت في عينه، يعني مو بالطير المضمون اللي مخلص. فواجه يعني اعتقد مو بفريقنا كله، يعني انت تفكرون الطيور لشخص واحد مو اكيد اكيد شخص واحد هو ينقل طير اليوم وينقل طير بكره ويقول هذا اليوم زيدوه هذا، لانه خلاص تصير مسؤوليه الطير او حمل الصيد عليه هو، وكل شيء غير الطير المطايه توكلون هالواحد. اكيد اكيد كل شيء لما تقسم تقسم العمل كمجهود كطعام. نعم. كشدد ذلول كقهوة الصبح كواحد يضبط عشاك لازم يتقسم. نعم. العمل كلنا نعرف شغله في الفريق كامل. نعم ابو خليفة انت قلت هو اللي يقول العشاء عشي الطير هذا ولا خفوا عليه ولا زيدوا، صحيح معناه ان الطيور ما هي بطيور حد منكم من الفريق، طيور الفريق كاملة تعتبر. انا عارف لكن الطيور يوم دخلتوها مثلا انا دخلت معاك انا جبت طيري وابراهيم جاب طيره. نعم. كل واحد هو اعرف بقياس طيره اذا هو ونفس طيره اي نفسيته. يعني لا لا الموضوع كلامك معناه ان لا 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 الطيور اللي انا جايبها لا انا اتكلم الطير اللي انا طيرين لك اي الطير إيه اللي هدينا عن انا مسؤول عنهن حاط احتياط لي انا لو ضاع شيء من طيوري لاني ادري وش اللي انا مقايس له، هذا الطير اللي انا خليته وراي زين ادري وش عشاه امس. كم طير معك؟ انا اللي عشا الطير سالم على اساس ما يصير لبس الموضوع. عشا الطير يعني اذا الطير الحين بيطلع ويانا عشا لازم يكون يعني على 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 شف راعيه نفسه، لكن الطير اللي في العنه يوكل عليه واحد يعشيه ما يقعد كذا لانه بكره مو بطالع اصلا. الطيور اللي ما تسرح وياكم انتم إيه اللي مو بسارحه بكره تردونها اليوم ولا لا ولا العودة تعشونها؟ عشا زين الغداء يمكن اساس انه اليوم الثاني يكون جاهز الصبح. اي لانه ما حد بيكون موجود لو يضيع عندك شيء الصبح وانت مغدي. نعم لو يضيع شيء من عندك اللي سارح بين انت وانت مغدي ما قدرت تعود تاخذ اللي في العنه. لكن حزه العشاء اقصر عليه ولا وجبه ان كان شيء تقصر عليه وكان حرام. يمكن صادتنا الفتره الاولى مشكله ان احنا كنا ننقل الطيور كلها تملعت الطيور وصارت في مشاكل كثيره. نعم خالد الكواري، خالد عندكم غرفات العمليات انت ولا تكلمون الحكام وتكلمون الفرق، ترتيبكم متى يكون عندكم ضغط؟ الصبح اول الصبح؟ والله الضغط دائما في بدايه المجموعه مع اللفوة مع كثرة اللفوة يعني اول الصبح اي لازم يكون في تركيز على الثر، من يبلغ قبل وكم احبار وهل سمح الرجال من الثر وهل تأكد من الثر إذا هو جديد ولا لا. هذه المعلومات تكون من الحكم تكون معانا ونعيش الحدث وياهم
نعم. نكون مثلا اذا بلغنا عن ثار حباره واحد من الحكام وبلغنا عقبه بخمس دقائق واحد ثاني بثار حباره قريبه منها ننبهه، دورنا احنا بعد ننبهه، ترى خويك الحكم الثاني ترى بلغ عن ثار حباره احداك. هم يسمعون بعض الحكام كلهم، هم يسمعون لكن مع دوشه المقناص مع نعم. لانه ترتيب يكون عنده، لانه يكون عنده جهاز ثاني بعد مع الفريق. زي على كلامكم محمد والتفون والسامعين والمشاهدين، خلينا نشوف نتائج الفرق كلها مع بعض ونتكلم عن النتائج اذا الله اراد، ونجمعها مع النتائج الايام اللي راحت نشوف على الشاشه اذا امكن نشوف نتائجهم لليوم. طبعا اليوم الاجلاعه 120 نقطه، وطبعا الجدي 40 نقطه اللي من حبارين، والجلعه 6 حباري، والشقب 80 نقطه طبعا من 4 حباري. هذا صيدهم اليوم. اي هذا صيدهم اليوم. والقوانيس من 5 حباري 100. نرجع لمجموع التوتال المجموع العام. نعم. خلينا نشوف اللي هو الإجلاعة 270 والجدي 180 ما شاء الله، الشقب 310 ما شاء الله والقوانيس 130. بس الشقب ترى مو في ممكن يكون في أمان، عندنا في منكاف بكره 40 نقطة قريب، هو في خطر، في خطر، خطر في منافسة بين الأول والثاني، منافسة بين الرابع والثالث والرابع. احنا نتكلم على البيرق، البيرق هذا أهم شيء الأساسي اللي عندنا بينه وبين فريق الإجلاعة تقريبا 50 نقطة، 40 نقطة، يعني ممكن يعني حباروين يتعادلون، يتعادلون حباروين بوخات ولا ضبي وحبارة يفوزون الإجلاعة بنهار. في حالة التعادل ترى بيرجعون للقرعة، لأنه ترجع صيدهم أول صيدة ضبي 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 وعقبة حباري لين آخر شيء. إيه بس متى صاد الضبي؟ لا لا ما لا دخل الوقت، أنتوا قلتوا أول، لا احنا نقول لك اول صيده وشي، مش الاول صيده لا. وقت من اول صاد ما في، ما في اول من صاد وشي اول صيده ما هو بوقت السرعه، انت صدت الصبح انا صدت العصر، لا ما نتكلم عن الوقت، اول صيده وشي اكبر ضبي. ولا اقل انت صدت الصبح ضبي ايه. انا صدت العصر، اذا انا صدته اليوم، صدته اليوم الضبي وانت صدته اليوم الثاني، لا لا صبر، وجينا نفس التعادل دقيقه، وجينا نفس التعادل، تعادلنا احنا في النتيجه، بتعطي من الاول بتعطينيها انا، ليش اعطيك انت؟ انا صيد اول واحد، احنا ما نتكلم على الاول من يصيد، لا هو اول صيد، اول الصيد يعني انت صيد ضبي واحد صيد ضبي خلاص انتم متعادلين، مو بشرط انت صيد اول ولا لا. انا كنت اتمنى ان في لا هذه كاميرات على الافرقه واشوف شعور ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، معلش الوقت داهمنا، بس ودي نذكر المشاهدين ان مجلس الشعر يدعوكم للحضور امسه في كتاره فن المحاوره والشلات، واللي راح تكون اذا الله راد يوم الخميس الموافق 21/2/2013 الساعة 7:30 في المسرح المكشوف في الحي الثقافي، واللي يحييها الأخوة من كبار الشعراء والمشيدين في الخليج وشعراء المحاورة اللي منهم علي الدعية شاعر المعنى وفلاح القرقاح ومحمد بن مشيط وابراهيم الشيخ وسفر وسفر الدغيلبي وفلاح المورقي وزيد بن خديعة. وصلنا لختام حلقتنا اليوم، بيض الله وجيكم إذا الله راد، اللي إذا الله راد عندنا احتفالية بكرة في النهائي إن شاء الله، وندعو الجمهور الكريم اللي يشوفنا الآن إنه يحضر معنا النهائي الساعة 4 يا ابو نهار اذا الله راد ان شاء الله، الساعة 2 يوقف الصيد، 3:30 ان شاء الله يكون يتم استقبال المسابقين، الساعة 4 اذا الله راد راح تكون احتفالية، او 4:30 راح تكون هناك عرضة، وندعي الناس كلها تشاركنا معنا في حفلتنا ان شاء الله اذا الله راد باكر في القلايل. وكل الشكر لاخوي عبد الرحمن احد الباد المعاضيد، لا انت ابو احمد ولا انت، لاخوي محمد النهار النعيمي، لا انت يا ابو نهار، ولاخوي مسفر بن فهد العفيشه، لا انت يا ابو فهد ولا انت، والشكر لسالم بن خجيم العذبه، مشكور يا ابو خجيم، وموصول الشكر لك محمد بن خليفة بن ضمن المهندي، وشكر لك يا خالد بن محمد الكواري من غرفة عمليات اللجنة الفنية. بكرة ندعي الجمهور كله إذا الأراد أن يشاركون فرحاتنا إبراهيم إن شاء الله، إن شاء الله يجونا إذا الأراد في القلائل، ونرحب فيهم بالكل، نرحب فيهم والدعوة ونبارك للفائز إن شاء الله، والدعوة عامة إن شاء الله. وبكرة إذا الأراد راح يكون حلقتنا خاصة عن القلائل وعن بطل القلائل بإذن الله تعالى مع الجمهور، مفتوحة إذا الله أراد من 9 إذا الله أراد ل 11 إن شاء الله. إن شاء الله. في مال الله. هذا البرنامج برعاية كتارا.